أهلا بكم من جديد. تستمر عمليات البحث عن منفذ عملية ديزنغوف لليوم السادس على التوالي لتثار من جديد قضية السلاح غير المرخص في المجتمع العربي في إسرائيل، والتي وصلت اليوم لأروقة الكنيست، حيث ناقشت لجنة الداخلية عملية جمع السلاح غير القانوني في المجتمع العربي على خلفية تصريحات نتنياهو في أعقاب عملية ديزنغوف. مرعي مرعي والتفاصيل. عندما شاهدت توثيق العملية اتصلت بوالدي نشأة ملحم وسألته عن سلاحه، وقال لي السلاح والذخيرة في الخزنة. وقد ذكرت له أن السلاح والذخيرة التي استخدمها منفذ عملية تل أبيب تشبه ما لديه. عندها قال لي سأذهب لفحص الخزنة، ومن ثم عاد واتصل بي وأبلغني بأن سلاحه مفقود، فطلبت منه التوجه للشرطة وإبلاغهم في الأمر. هذا ما جاء على لسان من ساعد في التعرف على هوية الفاعل، حيث لفت انتباهه السلاح والذخيرة من خلال شريط الفيديو الذي نشرته الشرطة مباشرة بعد العملية، وهو مواطن من الوسط اليهودي تربطه علاقة طيبة مع عائلة ملحم. أنا غريب جميل وأقول شكرا جزيلا لحامل الحمد رب العالمين برمان من الأخرمية ولليوم السادس على التوالي تقوم قوات الأمن الإسرائيلية مستعينة بمروحية بأعمال التمشيط بحثا عن مرتكب العملية، حيث اتسعت رقعة البحث إلى المدن العربية القريبة من تل أبيب ومعبر جبارة الفاصل بين الطيبة وطول كرم. وفي أعقاب عملية القتل بإطلاق النار التي ارتكبها المدعو نشأة ملحم في تل أبيب وأثارت قضية السلاح المنتشر في المجتمع العربي، أجرت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيسة الإسرائيلية اليوم نقاشاً عاجلاً حول تعامل الشرطة مع مظاهر السلاح غير المرخص عامة وفي الوسط العربي بشكل خاص. خلال الجلسة أعلن وزير الأمن الداخلي أن قضايا المجتمع العربي ستكون في مركز نشاط وزارته والشرطة في الأعوام المقبلة. في النهاية إن مواطني إسرائيل وخصوصا العرب هم في صدارة المتضررين من السلاح غير المرخص. وبدوره ذكر النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة أن هناك 1100 ضحية من الوسط العربي منذ عام 2000 نتيجة استخدام السلاح غير المرخص. منذ عدة سنوات توجهت قيادات الوسط العربي في البلاد لجنة المتابعة، أعضاء كنيسة، رجال دين ورجال تربية يتوجهون برجاء وتوسل لحكومات إسرائيل، للسلطات القانونية والشرطة لمعالجة واحدة من أكبر آفات المجتمع العربي والتي تهدد بتحطيمه، وهي السلاح والجريمة. ومن جهته أعلن رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية ضبط الآلاف من قطع الأسلحة في الوسط العربي، مؤكداً أن الشرطة تهدف إلى وضع اليد على من يقوم بإنتاج هذه الأسلحة ويزود الوسط العربي بها. السلاح غير المرخص قضية جديدة قديمة بين الحكومة الإسرائيلية والمجتمع العربي، فمن جهة تتهم السلطات المجتمع العربي بالتستر وعدم التعاون بقضية السلاح، ومن جهة أخرى يتهم المجتمع العربي السلطات بالتقاعس وعدم المبالاة بقضية قد تكون عواقبها وخيمة على المجتمعين.